نرحب اكيد بضيفتنا اللي حتكون معنا عبر الهاتف، الامين العام لمجلس شؤون الاسره دكتوره هاله التويجري. يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا دكتوره هاله. اهلا وسهلا بك. صباح الورد، حياكم الله. في البدايه دكتوره هاله، يعني ما شاء الله هذا المنتدى في دورته الثالثه، حابين نعرف ايش الجديد في هالسنه او في هالنسخه من هذا المنتدى؟ طبعا بس للمعلوميه، هذا المنتدى من مبادرات جامعه الدول العربيه، هو جميل. بالشراكه مع الصين. جميل. الهدف هو مد جسور التواصل بين الدول العربيه والصين، واستضافته اول مره ابو ظبي، وبعد كذا في كان في بكين، والان في الرياض. طبعا علاقه المملكه العربيه السعوديه بالصين علاقه قويه وطيده، خاصه بعد زياره سمو ولي العهد للصين، و يعني مد جسور التواصل الثقافية والتجارية والاقتصادية. فكانت محاور المنتدى تسلط الضوء على عدة جوانب، ليس لها فقط علاقة بتمكين المرأة، ولكن أيضا بتبادل الثقافات، وأيضا الفرص التجارية والاقتصادية بين الصين وبين الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية. جميل. حرصنا على أنه السيدات أو الجهات اللي تظهر من المملكة العربية السعودية تغطي كافة القطاعات، فكان عندنا ناس من القطاعات الحكومية، وكان عندنا ناس من القطاع الخاص، وكذلك من القطاع غير الربحي، وأيضا الجانب الصيني والجانب العربي، يعني تعاوننا معهم بحيث أنه يظهر أيضا ممثلين من كافة القطاعات. الانطباع لدى الوفد الصيني اللي كان متنوع جدا وكبير ما شاء الله، كان يعني اكثر من رائع ولله الحمد. في كثير من الاتفاقيات بدات الان في الصياغه ما بين الجانبين، سواء كانت في القطاع الخاص او القطاع الحكومي. جميله. دكتور هاله، خلينا نسالك عن موضوع المنتدى والتجمع الثقافي المهم جدا، والشراكه اللي تكون موجوده سواء بين الدول العربيه والصين، من الدول المهمه جدا سواء من جانب التصنيع والاقتصاد. خلينا نتكلم عن جزئيه المراه، يعني احد الاجزاء المهمه اللي كمان كانت من ضمن المحاضرات وحلقات النقاش اللي كانت متواجده. يعني ايش ابرز التوصيات اللي كانت موجوده سواء للمراه ومستقبلها في العمل سواء المهني او غيره؟ طبعا الجدير بالذكر ان يعني التوجهات، رغم اختلاف كما يبدو ظاهرا اختلاف الثقافه بيننا او اختلاف المجتمع بيننا وبين الصين، الدول العربيه والصين، الا انه اللي خرجنا فيه انه هناك تشابه كبير في نفس الاهتمامات، في تشابه كبير في التوجهات، حتى في التحديات. فالبيان الختامي اللي خرجنا فيه من هذا المنتدى شمل على 8 محاور اساسيه، كلها تأكد على ضرورة الاستمرار في مد جسور التواصل ما بين المرأة العربية والمرأة الصينية، لعل أبرزها تسليط الضوء على مثل هذه المناسبات الثقافية اللي فعلا تعرف سواء النساء أو المجتمع الصيني بالمجتمعات العربية أو العكس كذلك. نحن أيضا يعني لا نعرف الكثير عن المجتمعات الصينية، ولا عن مثلا الجهات المسؤولة عن المرأة هناك، عن الاتحادات، عن حتى الأنشطة الموجهة للمرأة. فكانت يعني آي أوبنينج لنا ولهم هذه المناسبة. جميل. أكيد. ونتكلم عن هذا المنتدى يعني دكتورة هالة، لأنه راح يقدم ويخلق فرص كثيرة عند الشباب السعوديين، وأيضا راح يخلق برضو يمكن بيئة تنافسية جميلة جدا نشاهدها بين القطاعات الحكومية والخاصة. أكيد. فنتمنى لكم التوفيق، ونتمنى الاستمرارية لمثل هذا المنتدى، ويخرج بكل المخرجات ويحقق كل الأهداف اللي أنتم وضعتوها أكيد في إقامتكم وتقديمكم لهذا المنتدى. كل الشكر لك الدكتورة هالة التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، يعطيك ألف عافية.